السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر فوزیہ ہے اور مجھے امید ہے آپ کو یہ تھوڑی ہندی میری سمجھ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کچھ نہ سمجھ آئے تو پوچھ لینا، کیونکہ مجھ کو اتنی زیادہ بنگالی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ سے آج دو تین باتیں کرنے آئے ہیں ہاسپٹل کی طرف سے۔ آپ سب کو پتہ ہے ابھی بہت زیادہ کرونا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بداية اتقدم بالشکر لمقام خادم الحرمین الشریفین على الدعم اللامحدود للقطاع الصحي، كما أشكر سمو ولي العهد على المتابعة اليومية والمستمرة والدقيقة نظراً لحرص سموه الشديد على صحة وسلامة الجميع. لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية والتي تجاوزت أكثر من 1000 حالة يومياً، وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم فيه به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة. ورغم ذلك فإنا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7%، في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من 0.7%، أي أن المعدل العالمي أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة، وهذا لسببين رئيسيين: الأول وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين والذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج. السبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات، والحمد لله أن هذا نتج عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل. ومن الأخبار الجيدة فإن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد، والخبر الجميل أن الشاغر منها اليوم أكثر من 96%، وبتطبيقكم الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها بإذن الله. ولازلت أقول أن الخطر لا زال قائما، ودعمكم ومساعدتكم في تطبيق الإجراءات الوقائية مهم جدا في هذه الجائحة، فأنتم شركاء لنا في مواجهة الفيروس. وأشدد أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية. وفي الختام أقول اطمئنوا، أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولا. شكرا لكم.